قال الدكتور ماجد الشيبة: لا يكن همك حب الناس لك، ما بأيدي الناس تدبير الفلك. لا يكن همك حب الناس لك، ما بأيدي الناس تدبير الفلك. فاجعل الهم رضا الله، فمن يرضى عنه الله للحسن ملك. أيها الراجي من الخلق رضا، من تعنى لرضا الخلق هلك. فاستعن بالله واستغن به، من يعنه الله للفوز سلك. وبنور الله فاستهد، ولا تبق في ظلمة ليل وحلك. وتفكر في الذي أعطاكه من نعيم وإلى ما أوصلك. إن تكن ترجو ثناء وجزا من سوى الله، فيا ما أجهلك. أمع الله إله حينما كنت في نقص ولكن كملك. أمع الله إله عندما كنت ذا قبح ولكن جملك. أين غير الله لما كربة قد ألمت من بها قد كان لك. فإذا رمت من الناس رضا، فعن الله إذا ما أغفلك. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.